كندعلوش، عندي تاريخ مرض في العيلة مع السرطان، خالي وجدتي وخالتي توفوا بيه، بس ما كنتش متوقع يجيلي، ورفضت اني اقول لحد عشان كنت عاوز اخوض الرحلة لوحدي، ومحدش يتعامل معايا كمريضة عشان ما ادخلش في مود المرض واتعب بزيادة. كندعلوش تعلن اصابتها بسرطان الثدي منذ سنة ونصف. بعد 9 شهور من ولادة ابني كريم بدأت أشعر بالآلام أثناء الرضاعة، فتوقفت عن الرضاعة الطبيعية. بعدها استمر الألم 5 شهور ولم يتوقف، فقررت أعمل فحص للثدي، وهنا اكتشفت أكثر من ورم خبيث، وبدأت رحلة علاج كيماوي منذ أكثر من عام للحد من انتشار المرض. الفنانة السورية كندا علوش تعلن إصابتها بسرطان الثدي خلال لقاء مع الإعلامية المصرية منى الشاذلي. وقالت علوش خلال اللقاء: لدى عائلتي يوجد تاريخ لهذا المرض، فجدتي توفيت بسبب السرطان، وأمي مصابة أيضا. وقال للطبيب: إن لدي كتلة متشعبة، وفي هذه الحالة لا يمكن أن أجري عملية، بل يجب أخذ العلاج الكيماوي لفترة طويلة إلى أن تصغر الكتلة ونقوم بإزالتها. كندا علوش: عمرو يوسف ما سابنيش، وكان بيجي معايا جلسات الكيماوي ويقرأ قرآن. ربنا يخليكم لبعض. دعواتكم للفنانة كندا علوش ولكل مريض بالشفاء العاجل. نصيحة كندا علوش للبنات والسيدات: بقول لكل بنت وست من سن 30 اعملي كشف مبكر، اطمن على صحتك، لأن موضوع السرطان للأسف بقى منتشر، بس الحاجة الحلوة زي ما هو منتشر في علاج نهائي، والأطباء في مصر والمنطقة العربية قادرين يسيطروا عليه. اللهم اشفيها واشف كل مريض، آمين يا رب.